لم يحدث أن دوت أصوات الرصاص هنا إلا مع وصول ميليشيا الحوثي والمخلوع لهذه المنطقة في الأعبوس بمديرية حيفان جنوب شرق تعز. أغلب الجبهات الشرقية باتت بقبضة المقاومة، هكذا يمكن الحديث الآن بعد سيطرة المقاومة الشعبية على مواقع عدة في المديرية، أهمها تبة الجزب الاستراتيجية وجبال كلبين والخراص والريامي. كما تحاصر المقاومة من تبقى من ميليشيا الحوثي وصالح في جبل الهتاري بمنطقة الغليبة شمالا، ومن اتجاه الجزب والمنشارة غربا، وهو الحصار الذي تهدف عبره المقاومة إلى قطع الإمدادات الواصلة للميليشيا عبر هذه الخطوط لما تبقى من عناصرها المتمركزة في الجهة الشمالية من المديرية، خاصة أعلى جبل هيتاري الذي تستخدمه الميليشيا لقصف القرى والمناطق المجاورة. المعارك لم تتوقف طيلة الأسابيع الماضية، استطاع أفراد المقاومة الشعبية التقدم باتجاه مركز المديرية من عدة اتجاهات والسيطرة عليها، خصوصا تلك المنافذ التي كانت تعتليها الميليشيا، ما أدى لانكسارها في عدة جبهات خلال اليومين الماضيين، لتنتهي المعركة في هذه الجبهة بفرار العديد من عناصر الميليشيا، فضلا عن سقوط آخرين بين قتيل وجريح، فيما تعتزم المقاومة استكمال تمشيط المنطقة حتى يتم تخليصها من قبضة الميليشيا وتأمينها بشكل كامل.